بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بياض البيض، بياض البيض بديل أكثر فعالية للبوتوكس. قناعه يعدكم ببشرة مشدودة بطريقة آمنة صحية تعزز من جمال وشباب مظهر بشرتكم، إلى إضافة إلى أنه يساعد على تفتيح البشرة، يعيد ملء التجاعيد الرقيقة في الوجه، ينظف المسام بعمق ويضيق الواسعة منها، يمنح بشرتك ملمس ناعم وخالي من العيوب والتجاعيد. نحتاج في هذه الوصفة إلى بياض بيضة واحدة فقط، ونحتاج لملعقة شاي صغيرة من زيت جوز الهند. يمكن استبدال زيت جوز الهند بزيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت العنب أو زيت جنين القمح، هذه هي البدائل. ونحتاج لملعقة طعام من النشا، نشا الذرة أو المايزنا أو الكورن فلاور، هذه هي الأسامي، أو يمكنك استبداله بنشا الأرز، يكون كذلك مطحون على شكل بودرة، أو ملعقة من الدقيق الأبيض أي الطحين الأبيض، طحين المخبوزات، هذه هي البدائل. صاحبات البشرة الدهنية يضيفوا ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون لهذه الوصفة، لهذا الكريم. نأخذ بياض البيضة، نضع عليه ملعقة طعام من النشا، وأعطيتكم البديل. نخلط جيدا المكونات مع بعض حتى نتحصل على كريم جيدا، الخلط يكون جيد بهذا الشكل. ونضيف ملعقة شاي صغيرة من زيت جوز الهند، قلت يمكن استبداله بزيت زيتون أو زيت اللوز الحلو أو زيت العنب أو زيت جنين القمح. نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل، قلت بياض بيضة، ملعقة طعام كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. على بشرة نظيفة، صاحبات البشرة الدهنية يضيفوا ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون. على بشرة نظيفة دائما تنظيف البشرة قبل كل ماسك، وأنصح بتجربة أي ماسك على منطقة الذقن لاختبار حساسية البشرة. يوزع هذا الكريم على بشرة الوجه والرقبة وأعلى الصدر، وزعيه على كل المناطق حتى اليدين يمكن استخدامه. اتركيه لمدة 20 دقيقة فقط، ثم اغسليه بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات، وبعدها دائما الترطيب يكون بالمرطب الخاص بك أو أي نوع زيت يناسب بشرتك. ستشعرين بفرق كبير جدا من أول استخدام لهذا القناع، لهذا الكريم، حيث أن فعاليته أثبتت بعد التجربة، ومن أول استعمال كان ناجح هذا الكريم. يمكن استخدام هذا الكريم للرجال كذلك، ويمكن استخدامه للبنات من عمر 20 سنة فما فوق. الكريم رائع جدا لمحاربة والقضاء على تجاعيد. استخدمي هذا الكريم بشكل يومي، ويمكنك الاحتفاظ بباقي الخلطة في الثلاجة واستخدامها مرة أخرى. بالأخير أتمنى الدعاء لابنتي بالتوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.